اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. انا بقول الجمل الانشائيه دي كل يوم حد من كل اسبوع، وبنذكر حضراتكم ان احنا عندنا طول الاسبوع مختلف يوم عن التاني. السبت امبارح كان فقرة تدريبية تعليمية لكل المبتدئين في المطبخ، والنهاردة الأكل صحي وفرصة قبل الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان خلاص بيخبط على الأبواب، بنستعد بنخزن بنستف الحاجات بتاعتنا. كمان المفروض نعمل وقفة صحية، يعني نقلل شوية من الدهون والنشويات والحاجات اللي احنا عارفينها عشان نخش على رمضان بقلب جامد كده. واحنا المصريين معروف عننا الكرم والعزايم، وعشر الأول من رمضان دايما نعزب بعضينا وصلة الرحم دي مهمة جدا. النهاردة هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا كرومب بايا النهاردة، هعمل رز بالكرومب مش محشي. هريحك من موضوع المحشي، هي نفس مكونات المحشي، بس هنعمل طبق رز كده بالكرومب. والميزة ان الكرومب يستوي وما يعملش انتفاخات ولا غازات علشان ما يملاش معدتنا. هنضيف له ايه؟ المفاجأة في تفاصيل الحلقة. معانا لحمة هبرة النهاردة، ولما بقول هبرة السؤال ده كان على السوشيال ميديا، هبره يعني ايه؟ اخواننا الشوام والسوريين، يعني حته كده كلها حبره نسبه الدهون فيها تقريبا لا تتعدى 10% زي ما موجوده على الشاشه. هنعمل النهارده كباب الحله بالاناناس. الاناناس معانا بنشتريه طبعا، وبنشوف الجرنش بتاعنا والبرزنتيشن بتاعنا، ونشوف ازاي نقدمها مع الاناناس كباب حله، والخبز السوري او الخبز الصاج يكون هو في المقدمه. معانا النهارده المفاجاه عصير الرشاقه. عصير بيخسس، بينزل الكوليسترول، بيحرق الدهون، مفيد جدا، وكمان بيساعد على مشاكل الامساك. عصير الرشاقه اللي هو عباره عن خيار وجنزبيل ونعناع وعسل، دي المكونات بتاعته الاساسيه، بينضرب في الخلاط. له كذا طريقه ممكن اقدمه لحضراتكم، وسموه عصير الرشاقه على طريقه البوغازي. حلقتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه، اكل صحي النهارده. والميزه ان احنا لما بنعمل اكل صحي بيناسب كل الاعمار، اطفال، كبار السن، مهم جدا كمان للرياضيين علشان نقلل الدهون ومشاكل الصحية اللي احنا عارفينها. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، في تفاصيل كتير في الحلقة وأجوبة كتير على أسئلة حضراتكم من خلال الاتصال. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة بالمكونات بتاعتنا. ازاي نعمل رز بالكرومب نفس طريقة المحشي ولكن مدرسة مختلفة. معانا كباب حلة بالأناناس، معانا عصير الرشاقة النهاردة، والأكل صحي. أول حاجة هنعمل مع بعض كباب الحلة. بما أن كباب الحلة ليه سموه كباب حلة يا مغازي؟ لأنه طبعا بيستوي في الحلة، مش على السيخ ولا الفحم ولا على الجريل، بيستوي في الحلة. والسر انك انت لما تسويه طبعا مهم جدا انك انت ما تحطلوش اي سوائل، تخليه كله مع بعضه كده يستوي في قلب الحله. مقاديره على الشاشه: لحم مكعبات، حبايه اناناس حلوه مستويه، عيش الصاج او خبز الصاج اللي معانا ده كده، وبصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل، وشويه فلفله حلوه او ممكن هريسه حمراء زي ما احنا عايزين. ده العيش بتاعنا. ايه علاقته بكباب الحله؟ هنشوف الكلام ده والمفاجاه ان شاء الله واحنا بنغرفه. لحمه هبره، اناناس، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وممكن نحط حبهان حسب الرغبه وحسب المطبخ اللي بتنتمي له الاكله اللي بعملها كباب الحله. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعمله ازاي. اول ما حاجه تكون معايا الحله سخنه على النار ودرجه حرارتها عاليه جدا علشان حته اللحمه تاخد الصدمه الناريه، علشان الميه بتاعتها ما تنشفش او الجوس بتاعها او السوائل بتاعتها. والبصل يتقطع مكعبات بالشكل ده كده، بصل احمر او بصل ابيض مفيش مشكله، احنا عندنا البصل اشكال والوان الحمد لله رب العالمين، اهو بالشكل ده كده اهو. ولازم البصله تكون متقطعه كبيره قد حته اللحمه كانك هتسيخيها بالظبط. يا نعم زي الفل تمام، البصل بالشكل ده كده وانا شغال. اللهم صل على النبي. البصل الكتير انا بحبه دايما في الاكل بس بيكون مستوي، وبعشق البصلايه لما تكون سليمه في شوربه الملوخيه، والملوخيه بتطشه كده والاقي حبيت البصل عايمه مع الملوخيه ما اقولكمش، بضعف قدامها واكلها. ادي البصل كده بالشكل ده كده، هنعمله بزبده ولا بزيت يا عم الشيف؟ الطبيعي انا عايز البصل ياخد لون، فبحط معلقه زيت مع معلقه سمنه صغيره.
معلقة زيت ومعلقة سمنة، بيساعدوا على إحمرار البصل. وأقول لحضراتكم دلوقتي على تركية حلوة تخلي لك البصلاية مقرمشة جوه كباب الحلة. حاسة إنك بتاكل إيه؟ معلقة سمنة كده حلوة زي الفل. هناخد البصل بتاعنا ده كده ونرش عليه معلقة دقيق صغيرة وأنا شغال أهو، شفت الفكرة دي أهو، وأمسك البصل ده كده أقلبه بالدقيق. يلزمني شوية الدقيق اللي أنا قلبت بهم البصل دول هيساعدوا على قوام الصلصة بتاعة الكباب الحلة أو الجوس اللي هينزل من اللحمة. باخد البصل ده كده أحطه هنا، بيتحمر بسرعة بياخد لون وميته ما بتنشفش البصل، حلو قوي بالشكل ده كده زي الفل. أشيل دي كده خلاص مش عايزها. نقلب البصل بتاعنا ده كده بمعلقة، ايه الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها واحنا بنعمل اكله زي كباب حله كده؟ ان احنا بنحط التوم يتحمر مع البصل في البدايه، يوم التوم يتحمر جامد ويبقى لونه احمر ويمرر للاكل ويسرق الطعم، لا انا ضايقه طعم بصل ولا طعم لحمه كندوز او ضاني. دي مهمه جدا على فكره المعلومه اللي بقولها، امتى احط التوم مع احمرار البصل؟ لاحظين هنا البصلايه خدت لون بسرعه ازاي؟ يبقى التركايه اللي انا بدات بيها والمعلومه الغير معلومه ان انا حطيت معلقه دقيق غبرت بيها وعفرت بيها البصل قبل ما انزله في الحله شديده الحراره بالشكل ده كده اهو، خدت لون. ابدا انزل اللحمه المتقطعه مكعبات، انا مش هحط اي سوائل اهو بالشكل ده كده، ولازم تكون درجه حراره الحله عاليه جدا والسماكه بتاعه الحله تكون تخينه. انصحك طبعا لما تشتري الاواني الطهي زي حله زي طاسه، وخاصة للأكلات اللي هي بتاخد وقت كبير على النار زي الرز مثلا، بتعملي كباب حلة، بتعملي كبسة وهكذا، لازم تكون الحلة السماكة بتاعة المعدن بتاعها تخينة، ما تكون حلة تقيلة من الآخر يعني. حلو الكلام؟ بدون ذكر مسميات. لحم ينزل مع البصل كده بالشكل ده كده. ونسيبه بقى يعيش مع نفسه يا عم الشيف من غير أي توابل. مش هحط توابل خالص دلوقتي، معايا عود نعناع وسقطه كده في قلبيها تمام زي الفل. ونروق الدنيا علشان عندنا شغل كتير النهارده. هنحط توابل ايه يا شيف؟ مش هحط توابل خالص دلوقتي، ده الطبيعي. اخلي اللحمه تعطش مع البصل كده ونقول لها عطشان يا سمراني اسقيني ايه؟ محبه. اللهم صل على النبي. كباب حلة بالأناناس. طب إمتى تحط الأناناس يا مغازي؟ اصبر على رزقك، اصبر. دي هنغطيها زي ما هي كده، مش هحط لها أي حاجة خالص، ولا توابل ولا ملح، هي دي المدرسة. ليه يا عم الشيف ما حطيتش توابل؟ إحنا دايماً نحط التوابل مع البصلية وبتتحمر مع اللحمة. موضوع كباب حلة أنا عايز اللحم يبدأ يشد، يبدأ يعطش، لما أحط أي فليفر هنا بقى بياخدنا المطبخ تاني. هنا بندرس الأكلة. أنا عايز كباب الحلة ده يتكلم صيني بحط صويا صوص ومعلقة زيت سمسم، الله عليك يا أبو غازي. عايزه يتكلم خليجي ومن المطبخ العربي بحط حبهان اللي هو الهيل مع القرنفل اللي هو المسمار والقرفة اللي هي الدارسين، دول ثلاثة أساسيين، حطيتهم يبقى بيتكلم سعودي وخليجي، وتحية كبيرة لكل الدول العربية. عايزه يتكلم مصري بحط كمون وكزبرة. عايز يتكلم طلياني بحط زعتر وريحان وبردقوش وهكذا. عايز يتكلم لبناني بعمله بزيت زيتون صرف مع الزعتر وهكذا. التوابل والمكونات هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ. هنغطيها كده ونقول لها باي باي. تعالوا نشوف هنغرفه ازاي مع بعض. عندي صينيه بحط فيها شويه زيت زيتون، وعندي خبز المرجوج او خبز الصاج، دي المسميات بتاعته، كل ما يجي تحت ايديا لازم اقول المسميات بتاعته. خبز صاج او خبز مرجوج اللي هو موجود معانا ده كده، او الخبز السوري باخده بالشكل ده كده واعمل صينيه منه. حاجه كده زي الفطيره اهي، وكمان طبقه هنا كده، ونفس الموضوع شويه زيت. هندخل الصينيه دي الفرن على فكره اهو تاني، اللهم صل على النبي،
واجيب الخبزه دي يا عم الشيف والفها رولز كده، حاجات كده واخد بالي يعني ايه طريقه التقديم لازم تكون مختلفه شويه. واحطها هنا كده نفس الموضوع في اللقمه الثانيه. دول لما يخشوا الفرن بقى هيتحمصوا، نقوم نغرف كباب الحله في قلبيها. الله عليك الله عليك وعلى والديك. وناخد دول كده بالشكل ده كده حلو، ونحط زيت زيتون وندخلهم الفرن. درجة حرارة الفرن عندنا بتكون 150، ما تكونش شديدة علشان اللقمة دي ما تتحرقش مننا، تطلع مقرمشة كده وحلوة. ناكلها ونسيب اللحمة ونغرقها شوية زيت زيتون كده حلوين، ونقول لها باي باي. حلو الكلام؟ عينيا. زي الفل. اطعمها بشوية حاجات حلوة كده، سنة بابريكا حلوة، غير الشكل ده كده، ايه المشكلة؟ ما خسرنيش حاجة. فدرجة حرارة الفرن 180، وبنجهز نفسينا للخبزة الحلوة دي كده علشان نغرف فيها عينيا، نغرف فيها كباب الحلة. ده مهم جدا. احنا ممكن نغرفه في الطبق عادي، بس انك تجددي وتغيري ده مطلوب منك في المطبخ عشان ولادك ما يملوش. هناخد بعضينا ونطلع فاصل للتركية الأخيرة، امتى نحط الأناناس ونغير مدرسة كباب الحلة يبقى كباب حلة بالأناناس للناس الطيبين اللي بيحبونا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع حبايه اناناس مستويه، يعني جايه على بالي اضربها في الخلاط واريح راسي مع معلقتين عسل واحلى مشروب صحي. الاناناس غني بالالياف الحلوه، كلها سكريات وطعمه مميز. ممكن على فكره بعد ما نضربه في الخلاط نعصره او نصفيه يعني زي ما احنا حابين، ولكن انا شخصيا بحب اكله كده واستفيد بالالياف بتاعته. نقطعه بنفس حجم تقطيع اللحمه. عشان في الحله كده نبقى احنا ايه شايفين اللحمه من الاناناس بشكل واحد. حلوه فكره حلوه دي يا شيف. نعمل رز بالاناناس، كباب حله بالاناناس، جمبري بالاناناس. حلو حلو. سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي، ينفع نعمل كباب الحلة بالقراصية؟ دي مدرسة المطبخ المغربي أو التونسي أو الجزائري، مبقاش كباب حلة، بقى لحم بالقراصية أو طاجين اللحم بالقراصية. ده الأناناس وده طبعا مش عايزينه، بنشيله كده. حلو، وده جاهز عندنا. نبص على اللحمة كده ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب اللهم صل على النبي. نزل منها السوائل، نبدأ هنا بند اللحم. اتفقنا مع بعض تشكيلة التوابل هي اللي بتاخدنا من مطبخ لمطبخ، واحنا واقفين قدامها كده. دي عايزينها ايه؟ مطبخ مصري، طلياني، مكسيكي، صيني، خليجي، زي ما احنا عايزين. التوابل اللي هنستخدمها هي اللي هتتكلم بلغة البلد اللي احنا فيها. احنا عايزينها مصري وتتكلم مصري لان بيعملها شيف مصري وخفة دم مصري. حطينا معلقة فلفلة حلوة، الله، شوية كمون، كزبرة ناشفة. يلا حلو. الأناناس يحب الزعتر، يعني طالما حطينا أناناس نوع من أنواع الفواكه نعطره بإيه؟ بشوية زعتر زي عود نعناع حلو كده. دي التوابل بتاعتي، ما حطيتش ملح، مش هحط ملح دلوقتي خالص. ونحط الأناناس بتاعنا ونقلب ده كله مع بعضه ونسيبها على النار تعيش مع نفسها، عشان عندنا أكلة تانية هنخش عليها اللي هو رز بالكرنب. الله. حطيت مية وشاهد شاهد من أهلها، يعني يا شيف يعني اهو والله العظيم ما حطيت أي سوائل خالص. ليه؟ أنا هعتمد على مية الأناناس أو الجوس بتاع الأناناس، وهعتمد على الجوس بتاع اللحمة أو سوائل اللحمة وهكذا. واسيبها واغطيها. مش هحط ملح خالص دلوقتي، الملح ده هيتحط في اخر مرحله. هنغطيها ونسيبها كده. خلص كباب الحله. هنقدمه ازاي؟ في العيش اللي انا حطيته في الفرن بيتحمص دلوقتي، نشوف هتوصل لفين. تعالوا نغرف كباب الحله بسرعه.
عشان عندنا عصير الرشاك عايزين نعمله مع بعض. كباب الحلة زي ما قلت لحضراتكم انا عايز افرد عضلاتي شوية وانا بغرفه. الطريقة العادية ان هو بيتغرف في طبق مع رز ابيض وخلص الكلام. الخبزة اللي انا حمصتها من شوية اهي حلوة اوي. اه تمام. بعمل ايه؟ عند رز، اللهم صل على النبي، الرز ده رز ابيض عشان الاولاد ياكلوا من كباب الحله. بعمل حاجه لطيفه كده، عندي زعفران اللي هو اللون بتاع الزعفران، واولادنا بيحبوا ياكلوا الرز ده بره. باخد منه شويه كده حلو، وباخد معلقه زيت صغيره ادوب الزعفران فيها. شفت الجو ده كده؟ اه. واسقطها على وش الرز زي الفل، ناعمه اهو. شفت الجو ده كده؟ اه 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 اه. الون الرز للاولاد، ما لونتوش بميه، ممكن معلقه زبده او معلقه سمنه او معلقه زيت، طالما بعمل اكل صحي. اه ده جو حلو قوي. اه انا بعمل طعم للاولاد الصغيرين عشان ياكلوا من الاكل ده. اه شفت الرز لونه اتغير ازاي؟ اه ايه ده يا ماما؟ ده الرز ده باكله في المطاعم بره. اه 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 حلو الكلام. اه معلقه زيت صغيره، ممكن تكون زيت سخن او زيت عادي او زيت زيتون. اه واخد الرز ده كده، ممكن بالكركم. حلو قوي الفكره دي، نستبدل الزعفران بالكركم، والكركم افيد طبعا، لانه طبعا ميزه الكركم بيمتص السموم اللي موجوده على الكبد وبيخلص الكبد من الدهون، ومفيد جدا وفوائده الصحيه لو قعدنا نتكلم عليه من هنا للصبح مش هنخلص. اه شايفين الرز ده شكله اتغير ازاي؟ ما عملتش حاجه. عندي كباب حله بقى بالاناناس. حلو تمام شكرا الله عليك. وغيرت من شكل الاكله ومدرسه الاكله، اهم حاجه نشوف الاناناس وصل لفين. هو ده. اه اللهم صل على النبي. تعالى لحم استوت. اه هنخلص وناكل مع بعض ونشوف الاناناس مستوي. الاناناس كده كده بيتاكل ني. تعالوا نغرفه مع بعض بسرعة. اللهم صل على النبي. نشيل الحلة دي كده من هنا. هو ده كباب حلة بالأناناس. اه وطريقة جديدة، بندور على رز هنلاقيه في الطبق، بندور على عيش بطعم تاني هنلاقيه في الطبق، بندور على حتة لحمة هبرة ملبسة بطعم تاني هنلاقيها في الطبق، حتى عايزه تطلع من الطبق. بندور على اناناس هنلاقيه في الطبق. اه. حلو قوي. عايز اقول ثلاث حاجات مهمين جدا. امتى حطيت التوابل على الاكله ديت؟ بعد ما اتشربت على النار واتحمصت البصله مع اللحم علشان تبقى عطشانه. حلو الكلام؟ وامتى حطيت الاناناس؟ بعد اللحم ما خد لون وحمصته شويه. اه. امتى حطيت الملح؟ في الاخر خالص، بنزل بشويه الصلصه الحلوين دول كده. اللهم صل على النبي. اه تمام، خلصت الاكله ديت. جرنش بتاعي ممكن تحط شويه خضره كده حلوين، طبق بتكلم مصري هرم فيه كل العناصر الغذائيه. اه سكريات موجوده، بروتين موجود، نشويات موجوده، خضره، فن طهي موجود، كل ده. حلقه النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومة غير معلومة، أكل صحي بيتكلم مصري بيناسب كل الأعمار الصغير والكبير، كباب حلة بالأناس مغروف بشكل تاني وطعم تاني، رز بالكرنب واخد في ليفر جامد جدا مصري، معانا عصير الرشاقة النهاردة بيتصدر القائمة بتاعته، الجنزبيل والعسل من خير أرضنا. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.